السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يعلم أن الهجرة كانت إلى المدينة فقط، وكثير منهم لا يعلم أو نسي أن الهجرة كانت إلى الحبشة في الأول. ففي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتعرف على الهجرة إلى الحبشة بإذن الله عز وجل، فابقوا معي لنهاية الحلقة وبسم الله نبدأ. أشهد أن محمد رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هدى، أما بعد، فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة بواعث الهداية، ومع حلقة جديدة من برنامج فصول من مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نبدأ في الهجرة إلى الحبشة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: الهجرة الأولى إلى الحبشة، معنى ذلك أنه يوجد أكثر من هجرة ولكن هذه هي الأولى. قال الشيخ: وفي السنة الخامسة، أي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعد السنة الثانية بعد إظهار الدعوة إلى دين الإسلام. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنين يدعو إلى الإسلام سرا، ثم أمر في الرابعة بالصدع بما أمر، كما قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأمر بالجهر في الدعوة إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. ففي السنة الخامسة، أي في السنة الثانية من الدعوة أو من ظهور الدعوة إلى العلن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى، أي من المشركين. وكلنا يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما المستضعفين منهم لقوا عذابا وأذى شديدا من المشركين ومن كبرائهم، وللأسف الشديد، حتى يعودوا مرة أخرى إلى دين آبائهم وإلى ما هم عليه قبل الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى، وقال صلى الله عليه وسلم: إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده، وهو النجاشي رحمه الله ورضي عنه، فقد أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه أصحمة ابن أبجر كما قيل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلم الناس عنده. وكانت الحبشة متجر قريش، أي يتاجرون فيها ويذهبون إلى هناك. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا و4 نسوة، يعني 12 رجل و4 من النساء. وكان أول من هاجر إليها، أي إلى الحبشة، عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستر قوم إسلامهم، أي لم يظهروا إسلامهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وممن خرج الزبير، أي الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود، وأبو سلمة، وامرأته أم سلمة التي سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد موت أبي سلمة رضي الله عنهم. خرجوا متسللين سرا، أي مستخفين حتى لا يشعر بهم أحد من المشركين، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل 2 سفينة للتجار. الله أكبر، من فضل الله عز وجل على عباده أن ييسر لهم الأمور، لا سيما إذا كان في أمر من أمور يختص بدين الله عز وجل وبدينهم. تشعر بتأييد الله لك عندما تشعر بالتيسير وبأن الأمر يمشي بغير المعتاد بسهولة ويسر من الله عز وجل، فعلا تشعر بالتأييد والنصر من الله عز وجل. فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل 2 سفينة للتجار حتى يحملوهم فيها، سبحان الله. قال: فحملوهم إلى الحبشة، فعلا ركبوا معهم. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر، لما علمت قريش بخروج هؤلاء إلى ساحل البحر حتى يذهبوا إلى الحبشة، خرجوا على إثرهم، أي يريدون أن يلحقوا بهم، فلم يدركوا منهم أحدا، لأن الله عز وجل قدر لهم وجود هاتين السفينتين وحملوهم وذهبوا بهم، فلم يدركوا منهم أحدا. وكان خروجهم في رجب، أي في شهر رجب، فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان، أي أقاموا في الحبشة شهر شعبان وشهر رمضان، ثم رجعوا إلى مكة
مكة في شوال. طيب ما السبب الذي جعلهم يرجعون مرة أخرى إلى مكة في شوال؟ قال الشيخ: لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه، جاءتهم أخبار بأن قريش تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه الأذى، وأيضا مع أتباعه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ أي قرأها في المسجد الحرام والناس تسمع، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يصدع ويقول بأن هذه الآلهة حجارة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تملك لكم رزقا، وهذا قول جميع الأنبياء لأنهم يثبتون أن الإلهية لله عز وجل وليست لأحد من هذه التماثيل أو هذه الآلهة المزعومة وغير ذلك. وكانوا يقولون أن ما يقوله محمد فإنه يسب آلهتنا، هو لم يسب حقيقة بل بين حالهم فقط بأنهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما كان يبين ذلك فقط. فكانوا يقولون: محمد يسب آلهتنا. فقالوا عندما ألقى الشيطان على لسانه، وفي الحقيقة هذه الرواية ضعفها كثير جدا من أهل العلم لأن في سندها ما يطعن في صحتها، لكن ذكرها كثير من أهل السير والشيخ نقلها هنا. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده، وهذه هي الحجة التي قالوها. علموا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لكن آلهتنا الذين اتخذوها تشفع عند الله عز وجل، كما يقول ذلك كثير ممن يدعون الآن أصحاب القبور والأموات، يقولون: نتقرب إليهم حتى يشفعون لنا عند الله عز وجل. وفي حقيقة الأمر لا يحتاج المسلم إلى أحد من أجل أن يشفع له إذا كان من الأموات أو الغائبين، بل من يكون من الأحياء أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبشفاعة المؤمنين في المؤمنين ممن دخلوا النار. أما في هذه الحياة الدنيا فكل يدعو الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا هو المطلوب فقط، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالإيمان به وأن يستجيبوا لله عز وجل وما جاء في شرعه سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله عز وجل من غير واسطة ولا وسيلة ولا غير ذلك. فهذه نفس حجة هؤلاء القوم الآن الذين ينتسبون إلى الإسلام ويدعون أولياء الله الصالحين كما يزعمون، أو يدعون الأموات ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، كما قال الأولون من مشركي قريش. قالوا: ولكن آلهتنا تشفع عنده، أي عند الله عز وجل. فلما بلغ السجدة، أي السجدة التي في آخر سورة النجم، سجد أي النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه وقال: يكفيني هذا. لكن حقيقة هذه الرواية لا تصح عند كثير من أهل العلم، بعضهم حسنها لما ذكر في كتب السير، لكن الحقيقة أن سند هذه الرواية فيه علل تضعف هذه الرواية. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما عندما علم في هذه الرواية أنه قال هذه الكلمات التي لم تكن في كتاب الله عز وجل ولم توحى إليه. فأنزل الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، كما في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إلى نهاية الآيات. ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم كما يزعمون، وفي الحقيقة كما ذكرت أنه يوضح حال
هذه الآلهة التي اتخذوها بأنها لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا أي شيء، ولا حتى أنها تشفع لهم عند الله عز وجل، بل أمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن يتركوا كل ما سوى ذلك، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عادوا إلى شر مما كانوا عليه، أي من الأذى، كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه، وازدادوا شدة على من أسلم أي دخل في دين الإسلام، ازدادوا شدة عليه وغلظة، وكانوا يعذبوهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: الهجرة الثانية إلى الحبشة. وهذه هي الهجرة الثانية إلى الحبشة. ذكرنا الهجرة الأولى وأنهم عادوا في شهر شوال بعدما سمعوا أن الكفار تصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الهجرة الثانية. قال الشيخ: فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة، أي اقتربوا من مكة في عودتهم، وبلغهم أمرهم، توقفوا عن الدخول، علموا أن ما حدث لم يكن صحيحا، بل ازدادوا سوءا في تعذيب من أسلم منهم. توقفوا عن الدخول، أي الدخول إلى مكة، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش، أي في حمايته، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسقطت بهم عشائرهم، حتى العشائر هي التي تفعل ذلك بهم، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية، فخرجوا، أي ذهبوا إلى الحبشة مرة ثانية. وكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، في المرة الأولى 12 رجلا، وفي هذه المرة 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة، وكانت في الأولى 4 نسوة فقط، وأما في هذه فتسع عشرة امرأة. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، رجع منهم 33 رجلا، أي عاد منهم 33 رجلا، ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. ثم بعد ذلك إن شاء الله سيأتي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أهل السفينة، سيكون لنا فيها إن شاء الله حلقة في غزوة خيبر بإذن الله عز وجل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.